التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت بما لا يدع مجالا للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم. وخلال كلمته في قمة بريكس، شدد الرئيس السيسي على إيمان مصر الراسخ بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف. كما تناول الرئيس السيسي تأكيد مصر على أهمية دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول تجمع لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة. وعلى هامش قمة تجمع بريكس المنعقدة في روسيا، التقى الرئيس السيسي نظيره الصيني شي جين بينغ. وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمشاركة الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر، لا سيما في مجالات البنية التحتية. من جانبه شدد الرئيس الصيني على أن بكين تدعم مصر بقوة في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرا إلى أن الصين ستكون صديقا مخلصا وشريكا وثيقا للتنمية المشتركة مع مصر. تستضيف فرنسا اليوم المؤتمر الدولي حول لبنان بمشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية. وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الهدف من المؤتمر إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء أزمة الأعمال العدائية وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية في مقدمتها الجيش اللبناني. أعلن الجيش اللبناني في بيان مقتل 3 من جنوده بينهم ضابط في غارة إسرائيلية أثناء قيامهم بإجلاء جرحى في قرية ياطر بنت جبيل في جنوب لبنان. إلى هذا واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من لبنان. وأوضحت مصادر لبنانية أن أكثر من 17 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الطيران الإسرائيلي شن 4 غارات عنيفة استهدفت مجمعا سكنيا في محيط الليلكي ودمرته بالكامل، مضيفة أن الغارات أحدثت حريقا كبيرا. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية على لبنان ارتفعت إلى 2574 مع إصابة نحو 2200 لبناني منذ بدء العدوان الإسرائيلي. أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ شركة للصناعات العسكرية تقع في إحدى ضواحي تل أبيب. وفي بيان آخر قال حزب الله أنه استخدم صواريخا دقيقة وأنواعا جديدة من الطائرات المسيرة لأول مرة في اشتباكاته مع القوات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأضاف الحزب أن الجيش الإسرائيلي لم يسيطر بشكل كامل على أي قرية في جنوب لبنان. أعلنت الأمم المتحدة أن هناك معدلات مروعة من الموت والإصابات والدمار في شمال غزة. وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن هناك استهدافا للبنية التحتية في شمال القطاع، حيث توقفت محطات لمياه الشرب عن العمل لنقص الوقود. من جانبه ناشد الدفاع المدني بغزة منظمات إنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ الطواقم الطبية بشمال القطاع. أكدت الولايات المتحدة أن واشنطن تعتبر الجنود الكوريين الشماليين في روسيا أهدافا مشروعة حال انضموا إلى القتال في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده لديها أدلة على أن قوات كورية شمالية توجهت إلى روسيا. وفي بروكسل اعتبر حلف شمال الأطلنطي الناتو وجود قوات كورية شمالية بروسيا تصعيدا كبيرا في دعم بيونغ يانغ لروسيا. يلتقي نادي الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر على أرض استاد محمد بن زايد بالإمارات. وخلال مؤتمر صحفي أكد مدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جوزيه غوميز صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي، مضيفا أن الفريق يعاني من الضغوطات. من جانبه قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك، مشيرا إلى أن الفريق يسعى بكل قوة للفوز باللقب.